الله الرحمن الرحيم. برعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني المحترم، يتم في هذا اليوم الأحد المصادف 19 من شهر آذار لعام 2023 توقيع المحضر الأمني المشترك بين الجانب العراقي ممثلا بالسيد قاسم العرجي مستشار الأمن القومي، وبين الجانب الإيراني ممثلا بالسيد علي شمخاني الأمين العام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ليتفضلوا بالتوقيع.